هلا، أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم راح نقدم لكم 10 أفلام تستحق المشاهدة تتكلم عن الجريمة والغموض. في هذه القائمة جبنا لكم 10 أفلام جدا جميلة واستمتعت خلال مشاهدتها، وبنفس الوقت تتكلم عن الجريمة والغموض. جدا أعشق الأفلام اللي تتكلم عن الغموض وبنفس الوقت تكون فيها جريمة، واتمنى أنكم تشتركون في قناتي الثانية علشان نوصل 1000 مشترك، وأول ما نوصل 1000 مشترك راح يتم التنزيل فيها، وتقدر تشترك خلال مشاهدتك لهذا المقطع. اضغط على القناة أسفل الفيديو وروح يسار فوق تجد كلمة القنوات، اضغط على القنوات تطلع لك أول قناة، والقناة الوحيدة اللي مشترك فيها اسمها ميجا اتش دي. عندك فيلم ومسلسل اكتبه تحت بالتعليقات وراح أعلن عن 3 فائزين نهاية المقطع القادم. وأيضا أتمنى أنكم تعطون هذا الفيديو لايك لأنه يفيدني كثير ويفيد القناة أنها تتطور بشكل أكبر، غير كذا يفيد هذا الفيديو في نشره أكثر. لا تنسى تعطي لايك وخلونا ندخل على القائمة. من الأفلام المظلومة واللي استمتعت في مشاهدتها حالات هذا الفيلم، الغموض اللي فيه وإبداع الشخصيات اللي بالفيلم. لو أنت تعشق أفلام الغموض والجريمة راح تفضل مشاهدة هذا الفيلم بالتأكيد. الفيلم باختصار يتكلم عن محققة تحاول الكشف عن مجموعة من الأطفال المفقودين، والكل مو عارف وش اللي صار لهم بالضبط. تدور الشبهات بين فتاتين، الأمر اللي راح يجعل هذه القصة معقدة أكثر. فيلم جيد وبالتأكيد يستحق وقتك. أكثر فيلم مو مشهور في هذه القائمة، والشيء المميز في قناتي دائما أفضل أن أغلب الأفلام تكون موجودة غير مشهورة. ولو تعشق أفلام التحقيق ومحاولة البحث عن الحقيقة بالتأكيد راح تفضل مشاهدة هذا الفيلم. الفيلم باختصار يتكلم عن محقق كاوبوي يعود إلى بلدته للتحقيق في جريمة مقتل مراهقة واللي كانت موجودة تحت طريق الشاحنات السريع. يحاول هذا المحقق حل هذا اللغز الصعب والغريب، ويبقى السؤال كيف راح تحل جريمة غريبة نفس هذه، وهل ستنجح أم لا؟ That girl who follows you around is here. من الأفلام المميزة والمظلومة واللي تستحق المشاهدة حالات هذا الفيلم، إبداع الشخصية الرئيسية كريستين بيل واللي قامت بدور فيرونيكا مارس، وغير كذا القصة البطلة واللي كانت مين مرتبطة مع المسلسل اللي بنفس الاسم، الأمر اللي جعلني أشاهد مسلسل فيرونيكا مارس، وراح أتكلم قريبا عن هذا المسلسل وجماليته. بالنسبة لهذا الفيلم ما تحتاج أنك تشاهد المسلسل اللي تابع له. الفيلم يتكلم باختصار عن فيرونيكا، فتاة كانت تعمل عميلة سرية في المدرسة الثانوية واللي تقرر العودة من جديد علشان تساعد صديقها القديم لوغان اللي متورط في جريمة قتل غريبة جدا. والآن كيف راح تحاول تحل هذا اللغز، وهل ستنجح أم لا؟ إيفان ستراهافسكي ممثلة كان لها دور عظيم في مسلسل ديكستر، وقلت لازم أشاهد أغلب أعمالها بعد ما خلصت من أجمل مسلسل شاهدته هو مسلسل ديكستر، ويمكن يجي يوم من الأيام أتكلم عن هذا المسلسل بشكل أفضل. الفيلم يعتبر فيلم جيد جدا، وغير كذا وشارك فيه الممثل أدريان برودي، ممثل مبدع ومظلوم جدا. الفيلم باختصار يتكلم عن كاتب يهتم لأخبار تتعلق بجرائم القتل ويعتبر جيد في عمله، ولكن يوم من الأيام تجيه بنت غريبة وتطلب منه يحل لغز غريب جدا وهو مقتل زوجها صانع الأفلام والمخرج. ولكن القصة هي أعمق من كذا بكثير، واللي راح تجعل حياة هذا الكاتب بخطر. والآن ما قصة هذه الفتاة العجيبة وماذا سيحصل مع هذا الكاتب؟ فيلم مليان بالأحداث المميزة والرهيبة. My birthday, 2-3, driver's license, social security number, everything. I was born at 11:12 p.m. 11 plus 12. It's like it's imitating my life. من أفلام جيم كاري الغير مشهورة
واللي انضرمت كثير. غير كذا اللي عجبني في هذا الفيلم كيف ان جيم اثبت انه قادر على اثبات قوته التمثيليه سواء كانت بالدراما او بالكوميديا. هذا الفيلم يعتبر فيلم درامي وغموضه ممتاز جدا، وغالبا احب الافلام اللي كذا تجعلني استمتع وافكر في غموض الفيلم. الفيلم هذا جيد جدا وحالاته طريقه سرد الاحداث المميزه. الفيلم يتكلم عن وولتر تهديه زوجته كتاب، ولكن المشكله ليست هنا، المشكله ان هذا الكتاب يتكلم عن جريمه غريبه جدا تعتمد على الرقم 23، والمشكله ان هذا الرقم مترابط مع وولتر، الامر اللي راح يجعل حياته جحيما. يبدا بمحاوله فهم الجريمه ومعرفتها، ولكن الامر لا يتوقف هنا. الفيلم مليان بالاحداث الرهيبه والملفته. You can be better than me. من أكثر الأفلام المظلومة سنة 2018 واللي كانت من إبداع نيكول كيدمان، جدا فيلم مميز وغير كذا مو مشهور، الأمر اللي جعلني أفضل أن هذا الفيلم يكون في هذه القائمة. حالات هذا الفيلم غموضه الغريب والقصة الحزينة اللي تجعلك تهتم للقصة. الفيلم باختصار يتكلم عن محققة تعيش حياة حزينة جدا، ودائما الكل يشاهد عليها هذا الشيء. السبب كان ماضيها اللي طاردها بعد دخولها إلى عصابة علشان كانت تحاول كشفها، الأمر اللي جعلها حزينة. والآن ماذا حدث لها بالضبط وما سر الغموض في هذا الفيلم؟ فيلم مظلوم وبالتأكيد يستحق وقتك. There's a dead girl. من الأفلام اللي شاهدتها قبل إنتاج هذا الفيديو واستمتعت جدا خلال مشاهدتها، فيلم جدا غريب وممتع، واللي يعجبني فيه أن يوجد فيه 5 قصص مترابطة مع بعضها، وراح تعرفون هذا الشيء بعد ما تشاهدون هذا الفيلم. الفيلم باختصار يتكلم عن مقتل فتاة في مزرعة كبيرة جدا، تجدها امرأة غريبة تقرر إخبار الشرطة، ومن هنا يتم سرد القصة وأحداثها عن طريق 5 فصول تابعة لقصة مقتل هذه الفتاة، واللي راح تجعلك تتساءل بالتأكيد والآن ماذا سيحدث مع هذه الفتاة وكيف فارقت الحياة بالضبط. فيلم مظلوم وبالتأكيد يستحق وقتك. من الأفلام اللي قصتها غريبة جدا وملفتة واللي استمتعت جدا خلال مشاهدتها. الفيلم باختصار يتكلم عن شخص عادي جدا واللي يحس ان له علاقة في وفاة والده ورغم ان لا يوجد له علاقة في وفاته، وفجأة قام بضرب استاده بالمدرسة، الامر اللي راح يجعله يتم الحكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 شهور وما يقدر يطلع من بيته الا لمساحة بسيطة. ومن هنا تبدأ قصة هذا الانسان يقرر التجسس على كل من في الحي، الامر اللي راح يذهب لبعد اخر. والآن ما قصة هذا الشخص بالضبط وما قصة الغموض الغريب في هذا الفيلم؟ Anya, where did you get this? I found it in the handbag of a girl who died in my ward. You should bury her secrets with her body. من الأفلام المظلومة والجميلة من كل النواحي. غير كذا الفيلم من بطولة الممثلة اللي تقريبا شاهدت أغلب أعمالها وكانت جيدة جدا، وهي نايومي واتس، ممثلة مبدعة جدا وأبدعت كثير في هذا الفيلم. غير كذا الفيلم مليان بالكاست اللي أضاف الشيء الكثير لهذا الفيلم. الفيلم يتكلم باختصار عن مافيا روسية دائما تقوم بأعمال سيئة جدا وما في أحد يعلم عنها شيء، وفي يوم من الأيام تجد ممرضة غريبة مذكرات فتاة روسية فارقت الحياة واللي تقودها إلى هذه المافيا الخطيرة. تقرر الممرضة الذهاب للعنوان المكتوب في المذكرة واللي كان مكتوب باللغة الإنجليزية لأن المذكرة كلها كانت باللغة الروسية، ولا تعلم هذه الممرضة وش اللي مكتوب بالضبط في هذه المذكرة وما تعلم أي شيء عن هذه المافيا. والآن ما قصة هذه الفتاة وماذا سيحصل مع هذه الممرضة؟ فيلم فيه أحداث ملفتة تجعلك تهتم في مشاهدة هذا الفيلم بالتأكيد. What's your emergency? I need help! Someone!
someone's been murdered. شوف لو ما شاهدت هذا الفيلم شاهده اليوم صدقني راح يعجبك، وبنفس الوقت راح يصدمك من الأفلام الغريبة واللي راح تصدمك بشكل جنوني من وجهة نظري. والشيء الغريب أنا كنت أحسب نفسي فهم القصة، ولكن غموض هذا الفيلم جعلني أعرف الحبكة بالضبط. بالنهاية فيلم مميز ومظلوم، وغير كذا تقييمات الفيلم العالية كفيلة بأن تجعلك تشاهد فيلم عظيم جدا. الفيلم ممتع من كل النواحي، من الكاست، من الإخراج، ومن السيناريو المميز، وغير كذا القصة الغريبة جدا واللي تتكلم باختصار عن فتاة يجيها اكتئاب بسبب زوجها اللي دخل السجن بسبب أعمال فساد، تقرر أخ أدوية لها أعراض جانبية خطيرة. بعد كذا راح تبدأ قصة الفيلم من خروج زوجها، ومن هنا تبدأ الأحداث مع هذه الزوجة والأعراض الغريبة. مثل ما قلت لو ما شاهدت هذا الفيلم شاهده وصدقني ما راح تندم.